إنسانية، جزاكم الله خير الجزاء. في صورة تعبر عن لغة التعايش السلمي والتواصل مع شرائح المجتمع العراقي، أقدم مجموعة من الشباب على جمع مبلغ وصل إلى 150 مليون دينار عراقي لمعالجة شابين في قضاء الإصلاح في الناصرية، بعد أن عجزت الجهات الحكومية عن توفير احتياجات المرضى. أطلقنا حملة لأبناء الإصلاح الشابين المصابين بالعجز الكلوي. الحمد لله والشكر خلال 3 أيام قدرنا أن نجمع 150 مليون ونسفرهم إلى أربيل لتلقي العلاج وزراعة الكلى. كل طوائف الشعب العراقي وخصوصا محافظة قار هم متعاونون بهذه الحملة. والله هذا طعم يعني خاص، ما حد يحس به، الله شاهد، يعني متفرح لك عائلة عندهم مريض وهو يعني منتهي، الله وكيلك، وإن شاء الله حققنا هواي عمليات. ويؤكد مراقبون للشأن المحلي أهمية هذه المبادرات التي تصب في خدمة العوائل الفقيرة والمرضى في محافظة ذي قار، في صورة من صور التكافل الاجتماعي والتواصل في تقديم الدعم لتلك العوائل. يعني هذه المبادرات شبابية يعني تتوسع وتشمل العديد من الطبقات والفئات الاجتماعية اللي محتاجة، سواء من الفقراء، سواء من المرضى، سواء من اللي يفتقدون إلى السكن المناسب، وكانت مبادرات يعني حقيقة مفرحة جدا. موقف إنساني يضاف إلى لائحة المواقف المضيئة لأبناء محافظة ذي قار، وهم يجتهدون ويتكاتفون بجهودهم لإغاثة المرضى والمحتاجين، حيث تستمر حملات المساعدة التي يتبناها الشباب لإعالة العوائل المتضررة والفقيرة. من الناصرية، فؤاد فاضل، قناة وطن.